كنتمنى ما نكونش تنحلم لهادشي اللي شفت دابا، مظاهرات باسم الدين وباسم اننا نطلبوا الله. تنصليو في ديورنا، جابدين نصليو تنصليو في ديورنا، ودعواتنا تتقبل حتى صلينا في ديورنا. فلا داعي الله يعطيكم السر انكم تنوضوا الفتنه وتنوضوا ديروا مظاهرات وانتوما عارفين ومستوعبين خطوره الفيروس. راه ما تنعسوا ما تنشوفوا النعاس، ومقلقين على البلاد ومقلقين على والدينا وعلى حبابنا. راه اللي مات ما يمكنش تمشي حتى في كناس وتشوفيه. انا امي تصافت معاها وكنتمنى انني نرجع مره اخرى لبلادي ونلقاها باقا حيه. فرحمونا وما تبقاوش ديروا في هذه الفتنه وتخرجوا في عباد الله وباسم الله وباسم الدين. الله يرحم لكم الوالدين، اللي بغى يصلي راه تيصلي حتى في دارو، دعوات ديالو صلاته مقبوله. راه ما تيجيناش النعاس، مشويين من جهه الغربه اللي مغربين وبعاد على والدينا وبعاد على بلادنا، مكويين من كاع الجوايه. وكل مره يطلع لينا فيديو ديال بنادم اللي باقي مكلخ وباقي جاهل وباقي ما مستوعبش ان الحرب اللي حنا فيها راه مع حاجه قد هكا، حرب مع فيروس عباد الله. فيروس اللي دخلتيه انت لدارك من مورا هاد المظاهره غتعادي امك اللي مسكينه في عمرها 80 عام، تعادي باك اللي مسكين في ضيق التنفس، باك غيعادي واحد اخر. راه عيب راه عيب. اش غنقول؟ الله ياخذ فيكم الحق.